السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت يا نورت البيت. الله يديك الصحة رب. ايه اخبارك؟ تمام والله. واخبار الشغل ايه؟ فضل ونعم. الله يصلح حالك. يروق بالك. الصحة. يبعدك شر المرض. يا رب. والقليل في ايدك يبقى كتير. يا رب. ويزيدكم من نعيم الله. ويرحم ابوك. ويغفر لابوك. ويزيدك ويبارك لك يا ولد. خلي بالك من عيالك يا معين. فعليا يا أم. خلي بالك من عيالك ومرتك يا محمد، طبعك شديد يا محمد. لا إله إلا الله. خلي بالك من ندى يا محمد، طبعك شديد، روق طبعك يا محمد. هي قالت لك حاجة؟ ندى غلبانة ما قالت ليش يا نور عين. بس أنا أحس بيك. حاضر. أنا مربياك وعرفاك يا محمد. حاضر. طبعك شديد ومخك وحش يا محمد. لا إله إلا الله. روق مخك شوية يا ولد. حاضر يا ماما. يعني انت هتاخدني يا محمد؟ عكر تقول لي حاضر يا ماما. طب اقول لك ايه؟ وتضحك. يعني انا قلت لك نكته؟ لا ما قلتيش نكته. يعني انا قلت لك نكته؟ حاضر يا ماما من غير ضحك. طب لازم الضحكه دي لما؟ طيب صلى على النبي. انا هوصيك وهقول لك. طب ما اقول لك حاضر. اقول لك حاضر. تقول حاضر يا محمد. ده زمان. ده زمان كان في ايام زمان. ما فيش يا غالي حد يضحك قدام الام والاب. انتوا مال زمانكم يا محمد عامل ليك؟ يعني ايه ما فيش حد يضحك يا امي؟ ايوه اكشر. ما لو كشرني هتقولي مكشر في وشي. ماسك ايديا اضحكني عشان اعرف اعمال. اضحكني اسيب ايديا. ماسك ايديا ليه؟ نعمل ايه طيب؟ طب اوعى اسيب ايديا. انا ما اعرفش احكي غير معاك بايدي يا محمد. ماسك ايديا ليه؟ اسمع الكلام. الحمد لله. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلاص. طيب استنى بس اشوف لك اللي في دقنك. لا ما فيش حاجه، لسه حالك امبارح. طب ما هوريك حاجه فيها حاجه. فيها حاجه دقنك. لا ما فيهاش حاجه. هوريها لك. ما فيهاش حاجه. لا جد هوريها لك. لا ما تورينيش. شايف؟ طب سيب ايدي. شايف؟ لا سيب ايدي يا محمد. ياض سيب ايدي. عارف عمايل اعمل ايه يعني؟ لا طب سيب ايدي. طب اهو سبت ايدي. اوريك يا غالي. وريني بس. هو هوريك دي حاجة فيه. مفيش حاجة. يا وريني حاجة في دماغك يا. مفيهاش حاجة. يا وريني. واحد الله. يا اقول لك وريني. انت من عارف. واحد الله. انا عارف. هتضحك ليه؟ طب واحد الله. واحد الله. عشان خاطر ابوك هسام. حاضر الله يرحمك. بس خد بالك من عيالك يا محمد. ثاني والله. وخد بالك من مرتك. ماشي يا محمد. حاضر. الله يصلح حالك. الله يبارك.